اللهم صل على الحسين ونحن في رحاب عاشوراء. هو رجب ونحن نقول في رحاب عاشوراء. كأول يوم هو أول يوم رجب، ديروا بالكم. يعني لعدنا ترى رجب، يعني حاول بكم واحد ما يقدر يصوم ليومين ثلاثة أيام هذا رجب. أما عند الناس عاشوراء، وعند أبو علي الدجال رجب، ومعلمي يقول والله إنه رجب. ويقول قلت له إني أريد أن أصوم، قال لا. قلت له مولاي أنا محتاج، ما أقدر ما أصوم لأنه أنا متعلم أصوم، ما أقدر أفطر. قال هذا تعليم من عندي، لا تصوم، عندنا شغل. قلت له خير؟ قال لي انتظر برص 15 عاشور شكم، يعني عندنا شغل هواية، خلنا نشوف شنو الشغل اللي جاي لي معلمي. يقينا وأنا مسير غير مخير إن شاء الله. اعليه من تكملون عده وتحطون عده اشتروها بألفين ليره، بألفين دينار. هذه اليوم شعدنا، سمعتوا؟ شعدنا يوم الثلاثاء واحد محرم اخوان، واحد محرم يوم الاثنين. تفضلوا، هذا يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء. اذا اعليه من واقفين وتدربلون وحاطين لكم مناظير وحاطين مجمع وحاطين بطيخه، الأخ مسويها لكم ليزم أو لازم تمشون عليها، دير بالكم إذا ما مشيتوا عليها يقطع شنو؟ يقطع عاشتكم وداعتكم. هذا دليل إحنا عندنا دين، ودليل ما عندنا قوة الرفض. حتى لو شفنا الهلال كبير، هذا كبر الهلال. طبعا إذا شوف أبو علي، شوف ألف بيت بن ملك، وأبو علي يلحن بكلامه، وألف بيت تعال احفظهن، وابو علي اربع بيات ما يحفظ، يكتب شعر قصيده 100 بيت بس اربع بيات ما يقدر يحفظ، شلون تراهم؟ لا هاي مصيبه يا اخوان، الله يساعدكم عليها. دكتور، الناس حجت وعايدت عيدها على انها في شهر ذي الحجه، اسالك ما يدور في خلاجات الناس، متى هلال شهر محرم؟ يوم الاثنين. وانا قلت لكم حبيبتي يمي دائما، يعني لا تخافين، انا ما احب ان يعني يا ست غدير خافن تاخذون علي، يقولون ابو علي. ها هاي حبيبتي، مو عيب؟ معقوله هاي؟ معقوله هاي ما تغلط؟ شاش شنو تسوون لو ما هاي نجيبها؟ انتم تحطون يوم وتنزلون يوم كيفكم، بس هاي ثابته، دليل على انكم علميتكم هائله. هذا شيء دليل الإخوان، الاستهانة بالناس وعقولهم، الاستهانة بدين الله وكراماتهم وحقكم، وحقكم، وحقكم كارثة، وحقكم كارثة، وبشكل مهول ومربك. إذا نستند على هاي تشاوين فلككم وعلميتكم، تشاوين نظرتكم وترقبوا الإهلال تشربون على العالم، ترقبوه، عرف شلون؟ لأنكم ما أريد أحكي شاي، خاف أن يزعلون علي الربع، وأنا ما لخلق زعلهم، مو ما لخلق زعلهم، لأنهم يرتكبون. هسه شفتوها يا ناس، فعليكم أن تقلدون روزنامتي، كل واحد يقلدها يدفع 10 دولارات، كل واحد يقلدها يدفع، لأن هي صارت تعطيكم الأوامر، ما تحتاجون بعد تروحون الواحد تعرفون رمضان أم محرم، ما تحتاجون، هذا موجود.